مرحبا بكم مرة أخرى. في آخر عرض بينت لكم كيف بالضرورة نعكس قانون السلسلة عندما نقوم بالتكامل، وتستطيع أيضا القيام بذلك عن طريق تكامل يطلق عليه التكامل بالتعويض، وسأبين لك السبب. وهذه هي بالضرورة فقط انعكاس لقانون السلسلة. آخر مسألة قمنا بها في الفيديو الأخير، قلت تكامل جيب إكس تكامل جيب إكس للقوة 3 ضرب جيب التمام لي إكس، وأخذنا التكامل لكل هذا. وأنا قمت بذلك، أنت تعرف فقط يخبرك أنه حسنا نحن فقط نعكس قانون السلسلة، إذا نحن نرى المشتقى لجيب إكس هنا صحيح، والذي هو جيب تمام الإكس. إذا نستطيع أن نعامل جيب الإكس كمتغير ونأخذ التكامل، وأنا قلت أن هذا يساوي جيب الإكس للقوة 4 ضرب 1 تقسيم 4. والسبب لماذا عملنا جيب الإكس هكذا، لأنه يبدو نوع من المتغير بدلا من الاقتران، وهذا لأن لدينا مشتقته موجودة هنا. وأنا حاولت أن أستمر بالقيام بهذا بين قانون السلسلة وما قمت بفعله، أعتقد أن هذا سيعطيك الكثير من الإدراك. إذن سأريك تقنية تدعى التكامل بالتعويض، والتي هي بالضرورة تماما نفس الشيء. إذن دعونا نبدأ مع هذا التكامل نفسه هنا، ودعونا نتظاهر أننا لا نعلم الإجابة. نحن نقول حسناً لدينا الاقتران ومشتقته، إذن دعوني أقول فلتكن يو تساوي الاقتران الذي لدينا مشتقته صحيح، يو هي جيب الإكس، أليس كذلك؟ حسنا، ما هي مشتقة يو؟ دي يو دي إكس. حسنا، أنت تعرف ما هي دي يو دي إكس. دي يو دي إكس تساوي جيب تمام الإكس. نحن نتذكر هذا، وربما سنعرض هذا في المستقبل، وأنا حقيقة سأثبت هذا لك. إذن ما نستطيع الآن أن نفعله هو أن نستبدل هذين الشيئين في هذا التكامل. إذن التكامل الآن أصبح بدلا من كتابة جيب الإكس للقوة الثالثة، نستطيع أن نكتب يو تكعيب، وما هو جيب تمام الإكس؟ حسنا، نحن عرضنا جيب تمام الإكس هي فقط دي يو دي إكس، إذن هو ضرب دي يو دي إكس، ومن ثم نضرب ب دي إكس، أليس كذلك؟ دي إكس. وأنا أعلم أنت ربما لست مرتاح كثيرا مع التغير عند هذه النقطة، لكن هم يتصرفون بطريقة الأرقام المنتظمة. إذن هذا دي إكس وهذا دي إكس حقيقة يلغون بعضهم، إذن سيصبح لدينا هذا، والذي يساوي تكامل يو تكعيب دي يو. والآن هذا أصبح تكامل سهل. الشيء الوحيد المختلف عن ما شاهدته مسبقا هو أنه بدلا من أن يكون لدينا x لدينا u، وبينما نحن نعلم أن الإجابة لهذا التكامل هي تساوي 1 تقسيم 4 ضرب u للقوة 4، ومن ثم بالطبع يجب علينا إضافة c. هل قمنا بذلك؟ حسنا، دعونا نأخذ يو ونحله ونضع جيب الإكس لنرجع إلى الأصل. إذن دعونا نقوم بهذا.
إذن يو هي جيب الإكس، وهذا ما قلناه في البداية. إذن 1 تقسيم 4 جيب الإكس مرفوع للقوة 4 زائد سي. ثم حقيقة هذه ربما تكون طريقة أسهل لنفكر بهذا النوع من التكامل مقارنة بما فعلناه في آخر عرض. دعونا نقوم بمثالين آخرين مثل هذا. دعونا نأخذ التكامل لاثنين اكس زائد 3 ضرب اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 15، وجميعها مرفوعة للقوة 5 دي اكس، والتي تبدو معقدة بالنسبة لك، أليس كذلك؟ حسنا، كما قلنا هذا نمط كما شاهدنا في الأمثلة السابقة. لدينا هذا التعبير هنا اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 15. حسنا، ما هي المشتقة لهذا؟ اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 15. حسنا، هي 2 اكس زائد 3. لاحظ أنني أصمم هذا، إذن هو يعمل بشكل واضح، لكن معظم الكتب والاختبارات تميل للقيام بهذا. إذن دعونا نقوم بالتعويض، لأن لدينا يو والتي يمكن أن نستخدمها، ومن ثم لدينا مشتقتها. إذن نستطيع أن نقول يو تساوي إكس تربيع زائد 3 إكس زائد 15، ونحن نستطيع أن نقول بعد ذلك المشتقة ليو، نحن نعلم المشتقة ليو هي 2 إكس زائد 3، أليس كذلك؟ لأن المشتقة ل15 هي 0. إذن الآن نستطيع أن نقوم بالتعويض، وأنا سأغير الترتيب لهذان الاثنان لا اختلاف. إذن هذه هي فقط يو للقوة 5، لأن هذا هو فقط يو للقوة 5، ومن ثم هذا دي يو دي اكس ضرب دي يو دي اكس، أليس كذلك؟ أنا فقط بدلت الترتيب، ومن ثم أنا ضربت هذا ضرب دي اكس، وهذه تلغى، وأنا أعلم أنت غير مرتاح تماماً مع هذا الترميز للتكامل، ولهذا السبب هذه دي اكس تقع هنا في المكان الأول، لكن عندما نقوم بالتكامل المعرف ستدرك الأمر أكثر. لكن هذا مساوي لتكامل يو للقوة 5 دي يو، والتكامل لهذا، حسنا هذا سهل، هذا يساوي 1 تقسيم 6 ضرب يو للقوة 6 زائد سي. والآن نستطيع أن نعوض هذا، سأقوم بهذا في الأعلى لجعل هذا أوضح. هذا فقط يساوي 1 تقسيم 6 ضرب يو، والذي هو هنا نحن وضعنا يو لتساوي هذه العبارة 1 تقسيم 6 ضرب إكس تربيع زائد 3 إكس زائد 15، كل هذا للقوة 6 زائد الثابت زائد سي. دعونا نقوم بواحد آخر، أعتقد أن لدينا الوقت لواحد آخر. حسناً، أنا أيضاً سأغير اللون فقط لأحافظ على التشويق. دعونا نأخذ التكامل لإي للقوة إكس
التكامل لإي للقوة إكس ضرب إي للقوة إكس للقوة 5 إي للقوة إكس مرفوعة للقوة 5 دائما أستخدم هذا. دعونا نقول إي للقوة إكس مرفوعة للقوة سالب 3 دي إكس. حسنا، مرة أخرى لدينا هذا التعبير إي للقوة إكس، وما هي مشتقة إي للقوة إكس؟ حسنا، المشتقة لإي للقوة إكس كما تعلمنا، والتي هي واحدة من الأشياء التي أدهشتني، هي إي للقوة إكس، هي العدد الذي عندما ترفعه لأي قوة مشتقته هي نفس التعبير. لكن على أي حال نستطيع القول بعد ذلك أن يو تساوي إي للقوة إكس، ونحن نعلم أن دي يو دي إكس تساوي إي للقوة إكس، والذي هو مرة أخرى يدهش العقل. إذا كتبنا هذا التكامل العلوي هذا فقط يساوي، أنا لن أعكس هذا الترتيب، إذا هذا هو دي يو دي إكس، أليس كذلك؟ تكامل دي يو دي إكس يو للقوة ناقص 3 دي إكس، وأنا أعلم بماذا تفكر. حسنا، دي يو دي إكس تساوي إي للقوة إكس، أيضا يو تساوي إي للقوة إكس. لماذا لم أعوض بطريقة أخرى؟ لماذا لم أقل هذا؟ لماذا لم أقل أن هذه هي يو؟ ولماذا لم أقل هذه هي دي يو دي إكس للقوة ناقص 3 دي يو دي إكس للقوة ناقص 3؟ حسناً، كما تستطيع أن تشاهد هذه تبدو من غير جدوى، لأنه بعد ذلك أنا لا أستطيع أن أضربه بدي إكس، وحقيقة أنا أدركت أنني وضعت مسألة سيئة، لأنك تستطيع أن تبسطها حتى من قبل أن تقوم بالتعويض، لكن سنستمر القيام بها بالتعويض. لكن على أي حال أنت ترى إذا قمت به بهذه الطريقة فإنه سيصبح معقد جدا، إذا نحن لا نريد أن نجعله يبدو هكذا. إذا هذا كما تشاهد يبسط التكامل إلى يو للقوة ناقص 3 دي يو، التكامل ليو للقوة ناقص 3 دي يو، وهذا يساوي، دعونا نرى، رفعنا الأس لناقص 1 تقسيم 2 يو للقوة ناقص 2، والذي هو نفس الشيء كناقص 1 تقسيم 2 إي للقوة إكس للقوة ناقص 2. أو يمكن أن تعرضه كناقص 1 تقسيم 2 إي للقوة ناقص 2 إكس بالطبع زائد سي في النهاية. والآن لماذا كانت مسألتي التي أعطيتك إياها سيئة؟ حسناً، أستطيع أن أبسطها قبل أن أقوم بالتعويض. أستطيع القول أنه نفس الشيء مثل التكامل لـ e للقوة x ضرب e للقوة ناقص 3 x دي x، والتي هي نفس الشيء كما في التكامل لـ e للقوة ناقص 2 x دي x. وحقيقة هو جيد أن نجده بالتعويض، ولأن هذا ربما يعطيك البديهية مباشرة وبشكل كامل لتقوم بحله جيدا. لكن على أي حال هذا التكامل بالتعويض ربما سأحضر عروض أخرى بحيث أضع مسائل أصعب نوعا ما وباستخدام نفس هذه التقنية. إلى اللقاء.